حليلي والله ما تعبين فيها البلاد هذه كان الخضار. ها شكون اللي فز بكري ترى؟ حتى جماعة الإدارة بلا حرام ما اللي يجوا العشرة ولا الحداش. ونهار في الظلم السبعة متاع الصباح الواحد فيه. إن شاء الله ربي يجيب لنا القسم. حق نتاع ربي رمضان نتاع السنية رمضان عسل. لا سوان في المتناول كل شيء رخيص، كل شيء رخيص. لا محالة هي الخضارة رخصت. يا سيدي آه الطماطم ب 2400 يا ترى 2400 والله يا شيخ لا محالة تو بالله في الفطار يبيعوا فيها ب 2400 وتويك تو رمضان واحد لا ما عادش تخلص برا هاي 5000 هاني 5000 هذاك لا يخفي كيلو المواطن الواه يخفي بالكيلو ها نرتل يوكل هذا انت هاي التمر قديش الدقلة 9000 عليه 9000 في الفطار 9000 في رمضان 9000 برا ذي الرداء 15000 للمصلين هاي هاي 15000 ايوه هاني في المتناو ياخذ حتى نصفر طل باه هاي البروك ديال كل شيء موجود هاي كل شيء موجود هاش يحبوا اكثر من هك والله البارح جايبين يجدوا في الاخبار على المراقبة الاقتصادية والله العظيم كان راقبوا رواحهم خير تو بقول تو مش راقبوا على طرف معدود ترفيق جايين يراقبوا تو هذا حديث الفلفل قد ايه زاد هذا اهم حاجه نسيت هني بغينا نعرف التونسي يموت على الفلفل عاد الناس كل تستهلك ايش ها 6000 هاي ها 6000 هاي هاي الفلفل 6000 هاي تعال هاك اهو اما الواحد بالحب الحق بتاع ربي الاسوام هذه ما تمشيش الصباح لا قدر الله تجي المراقبه يلقي شيح هاني رجعوا الاسوام كالعاده ايوه العشيه نقلبوا الاوراق يا ياكل غل ياكل فلفل يا ياكل معدنوس ياكل معدنوس اجي خذ بايك اجي خذ بايك ابطل بطاطا تفاحه صباح الخير صباح الخير سنقاء والله منين جي الخير صباح الخير اخوي اصلح هاي شوي مدانينا مو غادي والله يا حلو ذو ها يا ودي اختانا من المدانينا خلصنا لها المدانينا تفيح تحبش تفيح روحك قاعد تقاجو بشوفه هاون لا لا هذا ياكلوه الصحاح اسمعني سنقاء راني جبت خبر فرشك الله يقدر خير راني نعرف اخباراتكم شو ما قروم ما فهم يتشبح ان شاء الله خير سم سم شكون مات في الدوار سبق الخير يا ودي اسمه الوزير الوزير ايش بيه الوزير الوزير اليوم قال لك جاي يدشن عباي والله انت قالوا لك الوزير جاي يدشن تي ما سمعت في القهوه هاي تونس تكب تعد هزاد تو انت الوزير ايش يقول لك نجي ندشن ايش عندنا ما يدشن في الدوار هذا ايش عندنا ما يدشن سخط على راسك يا ودي بدك شنية مش يدشن والله انت هو النية صنقاء قال لك جاي يدشن فك للمنتج المستهلك ولا هي المستهلك للمنتج ولا مش عارف قعد فيها بلاد منتج شكون ينتج فيها البلاد ولا هالمستهلك المستهلك ما ضربت ولا على كروم تبع الاسواق ثم مستهلك تويكا عاد دشن سبيطار دشن كيات دشن معمل جاي يدشن في نصنا نتاع خضره اشترها كريدي تو برا يعني ما خليك نخدم على روحك برا رجل منظرك شو البلا اللي تايح بيهم ربي الصباح والرباح ياكل فلفل الاخضر يا مدام يا مدام ما كل فلفل الاخضر دام يجوت على المراقبة تو نصف النهار وإن الإدارات ما عاد يوجد حتى حد تو أي أي عاد أي عاد أي أي أو الخير موجود أو الخير موجود أي الناس تتمكن هذه كلها ما ثم شيء متوفر أو متوفر الشيء أي 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 هو أو التمر أو التمر أو التمر أي أو التمر ما شاء الله أي أو التمر أي أو من العرجونها جايبينها يقولوا قيس سعيد مش باهي أو التمر أي 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 ايه ايه السلام عليكم السلام الله يعينك ود عمي اهلا اخوي الغالي تفضل اخوي دار فيك براني ماكش من هنا اي جي ماكش ود بلاد لا متعدي كاميون تحتهم بان الما كاميون تاع بان اي مرحبا بك اخوي هاني نستنى في العجله مشو بيسو هالي قلت خلينا ناخذ طريف خضره من عندك اي اخوي كل شيء موجود وما يهمكش في الاسواق ما يهمكش في الاسواق الدقله بقد ايه؟ الدقله هاني عندك ب 15000 هاني تخدم لاته ب 16000 خذ كويلو ونص باهي والتفاح والتفاح هذاك ب 12000 اللي كنت خليه لك ب 11.5 مش برشا 12000 وين برشا؟ هودي مقطوع التفاح الذريعه ماهيش موجوده ذريعه التفاح ما ثمش تو نمشي نغر بيك لا خاطر قالوا لي راهو في الاخبار قالوا ردوه ب 5000 في الاخبار تو مازال مواطن ياخذ والله انت الوحيد تتفرج على الاخبار هودي الاخبار هذاك بيكذبوا عليكم يهيجوا في الشعب على الرئيس اللي نقول لك انا صحيح راه ما عادش تاخذه كلام الاخبار ما عادش تاخذوه ها خو ذيش معناها بدك شويه طماطم التفاح ب 12000 اي والطماطم الطماطم هاولي قدام ها قديش
5000. 5000 حاجه، خضر طيب، هاجر طيب. ويس طماطم 5000؟ اي 5000. والفلفل؟ الفلفل، الفلفل 6000. 6000؟ اي. اما خير تعمل سلاطه ب 5000 فرنك كنت مرتاح، رطيل منه رطيل مغاد. ها اش قلت؟ خلينا نزل لك. خويا غاليه برشا بصراحه، زوالي. غاليه غاليه غاليه، خي عندنا زريعه. تبارك شوف حال الفلاح فاش يقاسي. شوف الفلاح فاش يقاسي. اعمل لي سوم على الاقل يرحم والدي. يعمل لي سوم هذا ولا لا؟ بلا يرحم بيك، بارك خليني نخدم على روحي. خباك نبيع بالقرعن يعمل لي سوم. احترم روحك يا سيد. ينقص لي شويه على الاقل. ما عندي ما نقص، عندك ليونات وسال هذيك ب 10 قاسه اخرى، دبر راسك. ماني هذاك هو السوم اللي هذاك هو الموجود. يعجبك الحديد. وبالفاتوره نسوي ماذيه ولا كيفاش؟ تو كيلو فطاطا نعطيك فيها فاتوره. تو هكا مخك قال لك بك جاي تعدي علي فوقيتني. راهو نعرف المارك هذه انا الكويكي بتت في الاخر ما ياخذ حتى شيء. خاطر غاليه سوامك بصراحه خويا، هاني كنت في الكياس نمشي من بكري سهلت سهلت سوامك غاليه برشا. برا للدوله خويا، برا اش كيبان؟ جيب لي الحاكم اخويا، جيب لي الحاكم. خاطر قلت لك حاكم مالا شري. ما ناقص شوي في السوق. لا لا مثلا هذاك هو الموجود، ليه نخدم بارض مخي، اللي يقول لي هذاك هو. سيدي رمضان راه. وبرا سيدي رمضان. وناس زواو ولا ما عندهاش يرحم والديك. يا رسول الله باش طلع لي الدم هذا اليوم. يا اخي ليك فزت من الخمسه بتاع الصباح ونشد المرشي قرو وني غاديك ضربونا واحد يعفت واحد يدد وتوصل لي السلعه لهنا كيما هكا والراس صفى ونهار كامل وني مقعبز هكا شويه ذيكا. اي ما على الاقل نربح شويه مش برشا عليك. انا جاي تحس فيت ولا شنو حكايتك تو الصباح والربع؟ هي تفيحه ب 12000 تفيحه. ب 11 و5 ها هاي تحت 500. والله كيف تتكلم بحلله في هالبلاد. معناها هذاك خرسوم ها؟ يا ذاك خسوس يا ابني عاد. بالله. بالله طلع. بالله. اوه يرحم بيك. اش كثرة البهلله؟ اش بك تنحي في جبشك زاد مو لاباس؟ اش بك شنو؟ شنو الخدمة هذه؟ هاي. شنو؟ اقتصادية معاك. مراقبة خلى الله. مراقبة الاقتصادية. خلينا نقول لك حاجة والله العظيم. تكلم حتى حكاية. بس خلينا نفهم. كيلو التفاح بقديه؟ ب 5000. 5000؟ اي كنت فادلك راني شوي معاه. تفادلك هاي الفرقة توريك. بشوي بشوي. شو تعمل؟ نزح لهم فطري. هاي نزح لهم فطرك المركز هاي.